النظام عندنا في العراق انه ليس هو النظام المغلق والحديدي واللي اسرار فيه مصانة الى اخره، يعني على قولة المثل المصري ما بيفلش ببق فوله. لو كان فعلا قبل شهر وجهت انذارات للحكومه العراقيه ووجهت ادله ووجهت الى اخره، لكانت هذه الانذارات والادله قد عرفت طريقها للاعلام، يعني لانه انت تعرف كل زين النظام العراقي 50 حزب و50 مله و50 ميليشيا و50 الى اخره، وكلها وثيقه الصله بايران من جهه، وفي داخل المنطقه الخضراء من جهه اخرى، وبالخارجيه من جهه ثانيه، وبالوزاره الاسر والوزراء من جهه ثالثه. كلها كانت ستعرف بهذا الامر لو كانت فعلا وجهت انذارات او وجهت ادله او قدمت ادله. اقليم كردستان كان عرف بهذا الموضوع يا اخي، وكان اول الاطراف المعنيه بدحض هذه الرؤيه بالدفاع عن نفسه بالكلام. ثم ان الحكومه العراقيه يعني احتجت اليوم وطلع حسها اخيرا وجابت دزت على القائم بالاعمال عفوا السفير وابلغت احتجاجها الى اخره، لم تذكر ابدا شيء من هذا القبيل ولم يحضر. وطبعا هسه الان على مثل ما تقول حضرتك الكره الان في ملعب الحكومه العراقيه، عليها ان تقول هل استلمت شيء من هذا القبيل، واذا ما كانت استلمت ارجو ان تكون بالشجاعه الكافيه لكي تقول لم نستلم شيء، لم يبلغنا احد. وهذا ما اعتقده، يعني انا شخصيا لا اعتقد ابدا انه ايران توجه انذار للحكومه الكاظمي مثلا في موضوع بهذا، او حتى حكومه مسرور بارزاني بهذا الموضوع، ولا احد يتحرك ولا يتصرف شيء، وينتظرون جالسين بانتظار الضربه. انا باعتقادي انه هذا التبرير اللي قدمته ايران هو تبرير يعني لتغطيه عمليه لا تعرف ما هو مداها، يعني كما قالت حتى الولايات المتحده الامريكيه الضربه ليس ثابتا اذا كانت موجهه ضد امريكا اصلا. الذي تاذى فيها واضح جدا انه اربيل كاقليم او كمدينه كمحافظه، والعلاقة الودية المفترضة بين إقليم كردستان وإيران هي كانت الهدف من الضربة. لماذا هي الهدف من هذه الضربة؟ ما الذي كانت تهدف له إيران؟ صدقني أنا لم أعرف ولم أفتهم لحد الآن، ولم أقتنع بأي تبرير قدم في هذا المجال. يعني هناك تبريرات أخرى بالمناسبة قدمت باعتبارها تبريرات غير رسمية، باعتبار أنه قيل أنه إقليم كردستان ساهم في القبض على مجموعة من ضباط الحرس وإلى آخره، وأبلغوا في وقتها انه يطلقون سراحهم ولم يطلق. هذا بالمناسبه تسجيل وصلني لا اعرف مدى صحته، قيل بانه اقليم كردستان القى القبض على مجموعه من الضباط الايرانيين في مهمه استخباريه وهدد بتسليمهم والى اخره، وقيل بانه الميليشيات هددت بانه سوف نقصف ونضرب والى اخره. تبين لاحقا ان القصه ليست كذلك ابدا. القصه كما تقول ايران متعلقه بقصف في كرم الشاه. على رأي حضرتك وأنت رأيك دائما منصف ودقيق في هذه القضية، قد تكون الضربة موجهة من أي مكان في العالم بما فيها من داخل إيران. قرروا أنه أربيل هي التي ضربت، أربيل تحدثنا ونحن قلنا لهم وقلنا للحكومة العراقية 1-2-3 قبل شهر، لم يتصرفوا شيء. شوف انظر القضية كلها تبدو غير مقنعة غير معقولة. من الذي يستطيع تجاهل تحذيرات من إيران في كل العراق الآن من أقصى فيش خابور إلى أقصى النخيب؟ لا يوجد أحد في العراق الآن يتحدى إيران بهذا الشكل أو يتجاهل إنذارات إيرانية إلى بهذه الدرجة من الخطورة حتى تكون النتائج بهذا الشكل المفاجئ لنا جميعا كمراقبين وكحكومة بالتأكيد وكسياسيين.